ممكن ما تجيش في الفاينل. انما من اول هنا واللي جاي ان شاء الله بعد المتر هو ده اللي بيجي في الفاينل. تمام؟ هنتكلم دلوقتي عن حاجه اسمها الوان دايمنشن فلو. ركزوا بقى معايا يا شباب. زي ما بنعمل كل سيكشن، لو انا عندي منشا وهنا في منسوب ميه، صوت بقى يا شباب بعد الظهر، وهنا في طبقه او السد ده عرضه 10 متر، وهنا في طبقه سمكها 15 متر. صوت يا شباب. وبعديها طبقه صرف. ركزوا بقى معايا. ولو عندي نفس المنشا ده بنفس التفاصيل، بس الطبقه سمكها 1 متر وبعدين لوك. ركزوا بقى معايا، انا عندي منشا السد ده، السد ده فيه فرق منسوب ما بين المنسوب الاب ستريم والداون ستريم، بس هنا بنركز على طبقه سمكها 15 متر وتحتها صخر مع السكشن، وهنا بنركز على طبقه واحده سمكها 1 متر وتحتها صخر. الطبقه دي ينفع المايه تتحرك جواها مفيش مشكله. ركزوا بقى معايا في الحته دي، احنا قلنا ما دام في فرق طاقه او في فرق هيد من البدايه للنهايه، جزء الميه هيبتدي يتحرك كده ويمشي شويه جوه الحضنه ويطلع كده. حركه جزء الميه بتختلف ايه من هنا عن هنا يا شباب؟ هنا بسبب الابعاد جزء الميه تقريبا ممكن يمشي ايه؟ هيمشي تقريبا افق، لان المسافه دي كام؟ 1 متر بالنسبه للعرض ده، فتقريبا السرايات بتاع الميه افق. يعني ايه؟ يعني هنا حركة المية لها كم مركبة؟ اكس وواي، وكل نقطة لها قيمة للاكس وقيمة للواي، قيمة للاكس وقيمة للواي. كل مرة الكونتين لهم قيم مختلفة. الحالة دي بنسميها تو دايمنشنال فلو. يعني الالترا ديسكشن عشان الالترا ديسكشن، الالترا ديسكشن. يعني ايه تو دايمنشنال فلو يا شباب؟ يعني المية حركة المية لها كم اتجاه أو لها كم مركبة؟ مركبتين. يعني الميه لها حركه في اتجاه اكس ولها حركه في اتجاه واي. طب امتى بيحصل التو دايمنشن فلو؟ لما الابعاد بتاعي تسمح ان الميه تتحرك تو دايمنشن. يعني انت تخيل ان دي جزيئات الميه، هي ايدي دي، الميه بتبتدي تتحرك كده كده توصل لهنا. اثناء حركه الميه لها كام مركبه يا شباب؟ اكس وواي. انما هنا عشان البعد ده 1 متر بس والبعد ده كله 10 متر، تقريبا الحركه بتاعي هتبقى معظمها في انهي اتجاه؟ اتجاه اكس. المركبه اللي في الاتجاه واي ايه يا شباب؟ كان بي نجلكت. فمفهوم اقول ايه؟ يبقى بسبب حركه الميه او بسبب ان الابعاد بتاعي صغيره، الميه هتتحرك تقريبا في اتجاه واحد. تقريبا في اتجاه واحد بنسمي الحاله دي ايه؟ وان دايمنشنال فلو. يعني الميه ليها حركه في اتجاه واحد. طب ليه انا بقول انها تقريبا وان دايمنشنال؟ هي حقيقي طبعا تو دايمنشنال، بس تقريبا ممكن اعتبرها ايه؟ وان دايمنشن. ليه الكلام ده؟ لان الوان دايمنشن اسهل بكتير قوي في الحل من التو دايمنشن. فلو انت عندك حاله ينفع تعتبرها وان دايمنشن فلو، يبقى افضل انك تعتبرها وان دايمنشن عشان تسهل ايه؟ الحل. انما حاله زي دي حد ينفع يعتبرها وان دايمنشن؟ لا، لان اكيد بقى هنا في مركبه اكس ومركبه واي، يبقى انا لازم احلها انها تو دايمنشن فلو. واضح الكلام؟ طب انا مثلا لو عندي ده سطح الارض وفي مثلا شتاء، الدنيا بتشتي مثلا او في حركه ميه من تحت لفوق او من فوق لتحت قصدي. الميه في الجانب كده هتتحرك في انه اتجاه يا شباب؟ في اتجاه الاقصى، يبقى دي برضه ممكن اعتبرها وان دايمنشن فلو. يبقى انا لما الاقي المساله الميه بتتحرك في اتجاه واحد او 99% من الميه بتتحرك في نفس الاتجاه اللي هو الاتجاه الواحد، بعتبر المساله ايه يا شباب؟ وان دايمنشن. لو انا عندي المساله واضح ان الميه ليها حق مركبه اكس ومركبه واي، انا هحلها انها تو دايمنشن. احنا النهارده والسكشن الجاي هنتكلم على الوان دايمنشن، وبعد كده السكشنين هنتكلم على التو دايمنشن. فيها مشكله يا شباب؟ طيب لحد النهارده بس، يعني السكشن الجاي هيبقى فاونديشن الاسبوع، لا يوم الاحد ويوم الاثنين، ممكن الاربع، ممكن لا، على حسب ما نشوف حسب ما هندخل في السكشن. طيب ركزوا بقى معايا يا شباب. لو انا عندي مثلا دي انبوبه ليها مساحه مقطع A والميه بتتحرك في الاتجاه ده، تمام؟ وعندي انبوبه ثانيه بس مساحه المقطع متغيره والميه برضه ماشيه كده،
مساحه المقطع ايه واحد وايه اتنين. باي حال من الاحوال الميه ماشيه في اتجاه واحد يبقى هي اسمها وان دايمنشن فلو. بس هنا مساحه المقطع ثابته ولا متغيره يا شباب؟ ثابته. انما هنا مساحه المقطع فاليو. طيب لو انا مثلا ماشي في نفس الطبقه ومساحه المقطع ثابته وكمان الكي بتساوي 5، يعني ايه الكي بتساوي 5؟ يعني قيمه الكي ثابته خلال الصلاه، الكي كونستنت. ممكن تكون عندي المساله مساحه المقطع ثابته بس الكي بتساوي 1 زائد اكس. حد عارف يعني ايه؟ يعني كل ما الميه تمشي داخل الطبقه الكي بتتغير، يعني الكي هنا ايه يا شباب؟ فاليو. لو انت عندك مساحه المقطع ثابته والكي ثابته اذا تقدر تقول ان الفي بيساوي كي دلتا اتش على ال. القانون اللي احنا عارفينه ده اصل العادي خالص او سالب كي دلتا اتش على ال. امتى نطبق في القانون ده بقى يا شباب؟ لما يتحقق شرطين، مساحه المقطع ثابته خلال الصليان او مساحه المقطع العموديه على الصليان ثابته وكمان الكي تكون ثابته. لو مساحه المقطع اتغيرت او الكي اتغيرت او الاثنين حصلوا مع بعض يبقى ما بنطبقش في القانون ده، بنطبق في القانون بقى ممكن تبقى مثلا سالب كي دي اتش باي دي اس اللي هو بيبقى فيه ايه بقى يا شباب؟ تكامل اللي الدكتور المفروض هيشرحه لكم النهارده الاسبوع. ال1 دايمنشن فلو مسالته لها حاجه من حاجتين. اول حاجه عرفت امتى 1 وامتى 2. 1 لو الميه ماشيه في اتجاه واحد، طب 2 لو ماشيه في اتجاهين، ده كويس قوي. طب انا عرفت ان هي 1 دايمنشن فلو، اطبق في القانون ده ولا القانون ده؟ لو لقيت مساحه المقطع العموديه على الصليان ثابته، يعني الميه ماشيه من مساحه مقطع ثابته من هنا لهنا. وكمان لقيت قيمه الكي ثابته، يبقى هنطبق انهي قانون يا شباب؟ القانون ده، تمام؟ طيب لو انت لقيت مساحه المقطع العموديه على الصليان متغيره، او قيمه الكي متغيره مع الصليان. يعني الكي مداله مش ضاقه، تمام يا شباب؟ يبقى هنطبق انهي قانون؟ ده اللي هنقوله السكشن اللي بعد الميد تيرم. يبقى انا كل شغلي النهارده 1 دايمنشن فلو ومساحه المقطع العموديه على الصليان ثابته والكي ثابته. واضح الكلام لحد دلوقتي؟ واضح الكلام يا شباب؟ طيب ناخد بقى اول حاجه ونبتدي نشرح ونحل المسائل. الصليان موازي للطبقات، يعني الصليان ماشي كده وموازي للخط الفاصل بين الطبقات.
فيها مشكله. طب الصليان ده هيتقسم ازاي يا شباب؟ مش كيو واحد كيو اتنين مثلا كيو تلاته؟ باعتبار ان كيو واحد زائد كيو اتنين زائد كيو تلاته يديني سمشن الكيو. طيب حلو قوي. لو الميه هتتحرك من نقطه A، ركزوا معايا كده، وهتمشي مسافه اسمها M وتوصل لنقطه B، بلاش بيه عشان البي ده هيك نخليها سي. الميه هتمشي من نقطه A لنقطه C خلال مسار اسمه A. ركزوا بقى معايا. في نفس الوقت في جزء ميه برضه في الطبقه الثانيه هيمشي مسافه من A ل C والمسافه اسمها ايه؟ L. طيب اللي انا عاوز اقوله النقطه دي اللي انا كتبتها ايه فعلا؟ هي المفروض تبقى ايه ولا سي ولا دي؟ يعني الطاقه بتاعتها بتساوي طاقه عند نقطه ايه ولا الطاقه عند نقطه سي ولا طاقه ثالثه؟ لا، هو انا دلوقتي هل في ميه بتمشي كده؟ طب في ميه بتمشي كده؟ طب امتى الميه ما تمشيش؟ السؤال الثاني، امتى الميه بتمشي؟ لما يكون في فرق طاقه. ما دام مفيش ميه كده ومفيش ميه كده، اذا النقطه دهي برضه اسمها ايه؟ والنقطه اللي تحتها برضه هنا اسمها ايه؟ بوصل لاستنتاج مهم قوي. النقط على مستوى واحد عمودي على الصليان متساويه في الطاقه. النقاط على مستوى واحد عمودي على الصليان متساويه في الطاقه. فيها مشكله؟ يبقى كل النقط اللي على الخط ده اقدر اسميها ايه؟ وكل النقط اللي على الخط ده ما اقدر اسميها سي. فيها مشكله؟ واضح الكلام لحد دلوقتي؟ اتفضل. سرعه الصليان مختلفه؟ ما بقولكيش السرعه، بناء على السرعه هيتحدد كميه الكيو، لان الكيو بتساوي ايه في البي، وبناء على سرعه البطه هيتحدد كميه الكيو. انما انا عندي نقطه هنا وبعدها نقطه ب 5 متر، بقول لك انها هتمشي من هنا لهنا، ما قلتليش هتمشي بسرعه كام؟ بقول لك هتمشي من هنا لهنا. هنا نقطه ايه يا باشمهندس؟ ودي نقطه ايه زيها؟ هو في ميه هتنزل كده؟ لا، الميه كلها ماشيه في اتجاه الافق ده، لان انا بدرس وان دايمنشن. يبقى الميه كلها ماشيه كده، ما دام مفيش ميه مشت كده وكده، يبقى النقطه دي زي دي زي دي زي دي زي دي. يا باشمهندس هو انا عندي خط كيو كده؟ يا شباب ده انديكيشن، هي الكيو جايه لي كده. يعني الكيو مش جايه عند الطبقه دي، هو هتتفدى. فاهمين انا بقول ايه؟ الميه ماشيه كده يا باشمهندس، بس انا بعمل انديكيشن مش هعمل الف خط. لا الفكره بس يا باشمهندس، فوق بيبقى عليها هيد معين وتحت المفروض الهيد زاد. بص يا باشمهندس، انا دلوقتي الهيد دلوقتي بالنسبه لك يعني الطاقه، صح؟ الطاقه هي اللي بتحرك الميه، الكلام اللي انت بتقوله ده صح لو الميه بتتحرك من تحت لفوق او من فوق لتحت. انما عندي الميه ماشيه افقي موازيه للطبقات، تمام؟ لما الميه تمشي افقي هتمشي في المسجان ده وفي المسار ده وفي المسار ده، ملهاش اي علاقه بالهيد اللي جايه من البوتنشال انرجي، تمام؟ طيب ركزوا بقى معايا. لو انا عاوز اجيب كيو واحد، اي في بتساوي كي دلتا اتش على ايه؟ واي كيو بتساوي ايه في الفي، صح يا شباب؟ طب كيو واحد بتساوي ايه؟ ايه هي مساحه المقطع العموديه على الصليان؟ بي واحد في 1 متر في الاتجاه العمودي، تمام؟ يعني بي واحد ركز السكشن، بي واحد في 1 متر في الاتجاه العمودي. طب البي هتساوي كي، الطبقه الاولانيه ماشيه في طبقه اسمها كي ايه؟ ايه يا شباب؟ كي واحد. طيب الميه لما هتمشي من A ل C هتفقد مقدار طاقه اسمه دلتا اتش من A ل C، صح ولا ايه؟ وخلال مسار اسمه ال. بعد السكشن يا باشمهندس. طيب تعالى نجيب كيو 2، انا كل اللي عاوز اعمله ان انا هثبت لكم اثبات انتم مطالبين بيه، الاثبات ده في الاخر يجيب لي قيمه الكي ايكويفلنت. عشان كده هدرس الحاله دي اللي هي الحاله الاصليه، وهدرس الحاله الايكويفلنت اللي انا عاوزها واساويهم ببعض. فيها مشكله؟ طيب كيو 2 هيساوي ايه يا شباب؟ مساحة المقطع العمودية على الصليان ب 2 في 1، ب 2 في 1 متر في الاتجاه العمودي، في الكي اللي هي لازم تقول نفس الدلتا اتش، لأن احنا قلنا من A ل C هنا هي هي من A ل C هنا هي هي من A ل C هنا، تمام؟ خلال نفس المسافة اللي اسمها
ال. طب وكيو 3 نفس الكلام، بي 3 في 1 متر في كي 3 دلتا اتش من اي لسي على ال. طب لو انت عاوز تجيب كيو كاتا، كيو كاتا بتساوي ايه يا شباب؟ سمشن دول كله. طب ممكن تاخد دلتا اتش من اي لسي على ال مشترك، تمام. يتبقى لك ايه هنا؟ والواحد طبعا مشترك، مش تفرق. بي 1 كي 1 زائد بي 2 كي 2 زائد بي 3. ولو كان عندي طبقة طبعا بي 4 كي 4، يعني ممكن في الرياضة اقول هي عبارة عن سمشن بي اي في كي اي، صح ولا لا؟ يبقى انا عندي ثلاث طبقات مثلا، جبت كيو 1 لكل واحدة او كيو لكل واحدة، وبعدين قمت جايب كيو كاتا اللي هي مجموعها، طلع القانون ده فيها مشكلة؟ انا عاوز احول الشكل ده لطبقة واحدة، الكي بتاعها اسمها، وبرضه في نقطة اسمها نقطة ايه، والميه هتمشي لحد ما توصل لنقطه سي خلال مسافه اسمها ال. نفس الكلام الكيو كابتل دلوقتي كلها على بعضها هتساوي ايه بقى؟ مساحه المقطع العمودية على الصينيه هي ايه؟ دي 1 زائد بي 2 زائد بي 3 اللي هي سمك الثلاث طبقات. لو كان عندي طبقه طبعه بي 4، يعني ممكن اخلي الترم ده سمشن بي اي ولا لا؟ صح يا شباب؟ في 1 متر في الاتجاه العمودي في انهي كلمه ضادي؟ كي ايكويفلنت في نفس الدلتا اتش من اي لسي على المسافه اللي اسمها ال. كل اللي انا هعمله ان هيساوي دي بده، يبقى دلتا اتش من اي لسي على ال مطلوبه في سمشن بي اي كي اي هيساوي سمشن بي اي طبعا 1 متر خلاص في كي ايكويفلنت في دلتا اتش من اي لسي على ال. نفس الدلتا اتش هتروح مع الدلتا اتش والال برضه هتروح مع الال، هيبقى ال كي ايكوفلنت بكام يا شباب؟ سمشن بي اي كي اي على سمشن بي اي. بمعنى تاني اول لما تقول ان المساله بتاعك 1 دايمنشنال فلو ولقيت اكتر من طبقه والسريان موازي للطبقات، شيل الطبقات دي كلها واعتبرها طبقه واحده، الكي بتاعها اسمها كي ايكوفلنت، الكي ايكوفلنت بتساوي كذا، ومن هنا نبتدي هنتعامل في المسألة. فيها مشكلة؟ الإثبات ده كإثبات أنتم مطالبين بيه. موجود في الكتاب أه، بس موجود في الكتاب مش واضح أوي، اللي عاوز يفهمه أنا حاولت أوضحه على قد ما أقدر. واضح الكلام يا شباب؟ إيه يا شباب؟ ما هو الإثبات اللي في الكتاب مش بنفس الترتيب، لو أنت كتبت اللي في الكتاب بس الدكتور مش هيديك الدرجة. ما احنا بنشرحه ليه؟ عشان يعني مثلا في قوانين تانية اللي هي بتاعت التكامل في الكيف الفلتر والكلام ده، هو موجود نص وانا كنت هكتبه نص. ده مش هيفرق، انما دلوقتي لازم تبقى عارف الكلام ده عملناه ازاي. نعم. لما يجي المسألة دي لازم اعمل اثبات. لا، لما يجي لك المسألة كمسألة شيل كذا طبقة وحطهم طبقة واحدة وكيف تعوض تعوض القانون على بعض. انما لو جالك كإثبات يبقى لازم تثبت اللي انا عملته. واضح الكلام يا شباب؟ متوقع ده في الميد تيرم يا باشمهندس؟ ايه ده؟ ده متوقع في الميد تيرم اكتر يعني؟ ده معانا في الميد تيرم. لحد هنا الميد تيرم يا شباب. بناء على كلام الدكتور ايمن. تاني حاجة الفلو العمود على الطبقات. ركزوا بقى معايا. انا عندي دلوقتي ثلاث طبقات برضه نفس الكلام، الطبقه الاولانيه سمكها بي 1، الطبقه الثانيه سمكها بي 2، الطبقه الثالثه سمكها بي 3. هنا في كي 1، هنا في كي 2، هنا في كي 3، والصنايد المره دي جاي كده. ركزوا بقى معايا، اول حاجه الكي كل طبقه لوحدها ثابته ولا متغيره؟ ثابته، يعني الكي هنا بتساوي 5 بتساوي 6 ما بتساويش 1 زائد اكس، لا، او 1 زائد واي، هي رقم ثابت لنفس الطبقه. يبقى الكي يا شباب ايه؟ ثابت. طب مساحه المقطع العمديه على الصدام، الدنيا الميه لما تتحرك من فوق لتحت كده مساحه المقطع ممكن اعتبرها ايه؟ 1 في 1 او حتى اسميها ايه؟ مش هتفرق. هل الميه لما تنزل تحت هي مش اجهاد عشان تتوزع؟ تمام؟ الميه هتفضل ماشيه في مساحه المقطع العموديه على الصدام هي هي، يبقى مساحه المقطع ثابته وكمان الكي ثابته. اذا اقدر اعوض في القانون اللي بيقول كي او البي اصلي بيساوي كي دلتا اتش على ال. بس هتقابلني نفس المشكله ان في كام طبقه؟ يبقى انا هجيب
الكي ايكول. احول الشكل ده برضه لنفس الكلام بطبقه واحده سمكها بي 1 زائد بي 2 زائد بي 3 والكتله بتاعها اسمها كي ايكوفلنت وعندي الصديان اسمه كيوب المنظر ده كده تمام. ركزوا بقى معايا الميه هتتحرك من نقطه A وتوصل لنقطه B وتوصل لنقطه C وتوصل لنقطه D. مش الميه ماشيه كده يا شباب؟ ما دام الميه ماشيه من A ل B الطاقه عند A اكبر وهنا اكبر من دي ودي اكبر من دي فيها مشكله؟ يعني الطاقه في البدايه اسمها HA بعد كده قلت شويه بقى اسمها HB قلت اكتر بقى اسمها HC قلت اكتر بقى اسمها HD. هنا حصل فرق من الطاقه اسمه دلتا اتش 1 اللي هو من A ل B صح؟ وهنا حصل مقدار فرق في الطاقه اسمه دلتا اتش 2 اللي هو مقدار فرق الطاقه من B ل C. وهنا حصل فرق في الطاقه اسمه دلتا اتش 3 وكل فرق الطاقه اسمه دلتا اتش كام. فيها مشكله يا شباب؟ اتفضل. هي الميه بتتحرك من اللي فين؟ من تحت لفوق؟ ما دام بتتحرك من A رايحه ل B يبقى الطاقه عند A اعلى من الطاقه عند B. ماشي كلام مفهوم. طيب ده ده ياكد كلام يعني انت لو خدت الداتا من هنا يبقى الطاقه هنا اعلى من الطاقه هنا لان الزد هنا اعلى من الزد هنا. طيب تعالوا نشتغل على الكيوب. ركزوا بقى معايا. انا هقول الكيو بتساوي الاي في الكي 1. ركزوا بس معايا يا شباب. الاي في الكي 1 تمام؟ او معنى تاني مش الكيو بتساوي ايه في الفي؟ مش الكيو بتساوي ايه في الفي يا شباب؟ مساحه المقطع العموديه على الصدان ثابته ولا متغيره؟ ثابته اللي هي بالنسبه لي واحد في واحد او اللي هي ايه؟ فيها مشكله؟ فانا بدل ما هتعامل مع الكيو هتعامل مع الفي. يعني بدل ما اكتب قانون الكيو هكتب قانون الفي. هي هي بدل ما اكتبها كيو واخلي اخر الاي تروح معناه مش تفرق حاجه. فاهمين قصدي؟ الفي بتساوي لو انا قلت كي 1 دلتا اتش 1 على مسافه ال 1. يعني ايه؟ انا عاوز اقيس الميه اللي هتتحرك من هنا لهنا بس. فالكيو اسمها ايه؟ على كل واحد بقى مش السرعه بتاع الميه في المنطقه دي اللي هي في 1. ركزوا معايا في الحته دي قوي. هتساوي كي اللي اسمها كي 1 في الدلتا اتش اللي اسمها دلتا اتش 1 والكلام ده حصل مسار اسمه بي 1 يبقى دي بي 1 تمام. طيب هل انا محتاج اقول في 1 وفي 2؟ لا. ليه يا شباب؟ مش الكيو بيساوي الايه في الفي لسه مسحها دلوقتي. الميه اللي هتيجي هنا هل هيقع منها حبه على ما توصل هنا؟ هي هي نفس الكيو. طب ومساحه المقطع؟ ما دام دي ثابته ودي ثابته اذا الفي ثابته. اذا مش محتاج اقول في واحد وفي اثنين ده هي في وخلاص. صح ولا ايه؟ طيب تعالوا نجيب الفي الثانيه او بمعنى اصح الفي اللي في الطبقه الثانيه كقانون. هتساوي في اثنين بس دلتا اتش المره دي دلتا اتش 2 على في اثنين. طب وفي ثلاثه او اللي هي الفي في الطبقه الثالثه بي 3 دلتا اتش 3 على بي 3. واضح الكلام لحد دلوقتي؟ طيب تعالوا نجيب دلتا اتش 1. دلتا اتش 1 بيساوي ايه؟ في في بي 1 على كي 1. صح ولا يا شباب؟ يعني في في بي 1 على كي 1. طب ودلتا اتش 2؟ في بي 2 على كي 2. طب ودلتا اتش 3؟ في في بي 3 على كي 3. طب دلتا اتش الكليه ممكن اخد الفي مشترك ولا ما اخدهاش مشترك؟ مشترك لانها ثابت. طب بي 1 على بي 1 على كي 1 زائد بي 2 على كي 2 زائد بي 3 على بي على كي 3 مش ممكن اقولها سمشن بي اي على كي اي؟ فيها مشكله؟ يبقى دلتا اتش الكليه عرفت اجيبها هي عباره عن بي في سمشن بي اي على كي اي تمام؟ ده بالنسبه للحاله دي. طب الايكويفلنت بتاعي هنا في نقطه اسمها نقطه
A وفي الاخر خالص في نقطه اسمها نقطه D. وفضل الطاقه هو عباره عن ايه يا شباب؟ دلتا اتش كاب ال V هتساوي K. انهي كلمه ده دي اكويفالنت تمام يا شباب؟ مضروبه في دلتا اتش اللي هي دلتا اتش ايه؟ كابت مقسومه على طول المسار، المسار اللي من هنا لهنا اسمه ايه؟ اللي هو سمشن بي اي. يبقى دلتا اتش كابتن هتساوي ايه يا شباب؟ ال في سمشن بي اي على تي اكويفل، صح ولا ايه؟ دلتا اتش هنا الحاله دي هي الحاله دي، ده لو كده اكويفل يبقى انا هقول ايه؟ في سمشن بي اي على تي اي هيساوي V في سمشن بي اي على تي اكويفلنت. كل اللي هعمله V هتروح مع ال V واجيب ال K اكويفلنت هتساوي سمشن بي اي على سمشن بي اي على تي اي. يبقى انت لو عندك 1 دايمنشنال فلو وعندك اكتر من طبقه والصليان عمودي على الطبقات تقدر تشيل الطبقات دي كلها وتعتبرها طبقه واحده ليها K اكويفلنت والقانون بتاعها. من هنا نبتدي نحل المسائل زي ما هنشوف دلوقتي. اتفضل. لا ما لسه الباشمهندس قايل لي في الموازي مش هتفهم. هي هي لو المساله جات لك كمساله اكتب القانون على طول. تمام وحل. لو جالك اثبات لي حاجه ثانيه بقى. تمام يا شباب؟ واضح الكلام لحد دلوقتي؟ احنا لسه ما اتكلمناش على الماي. نقطة ايه يا شباب؟ عشان احسب الزد لازم اعمل ايه؟
ديتا. افضل ديتا بالنسبه لي اللي بيقعد باقل نقطه يبقى ده ديتا بالنسبه لي. البي اوف الجام عند نقطه ايه والزد عند نقطه ايه. الزد عند نقطه ايه بكام يا شباب؟ 4 و3 7 و2 9. طب والبي اوف الجام ايه هو البي اوف الجام؟ البي اوف الجاما هو ارتفاع المية في البزومين. وانا بقول لك حاجة تانية، هو ارتفاع المية الحوض الصريح فوق النقطة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النقطة دي هل في فاصل بينها وبين المية؟ يبقى البي اوف الجاما عندها بكام؟ واحد. طب النقطة دي هل ما بينها وما بين المية على طول ولا في صيل؟ يبقى ما اعرفش. يبقى انا عشان اعرف اجيب البي اوف الجاما هو ارتفاع المية الحوض الصريح فوق النقطة. ما يكونش ما بين النقطة اللي أنا بحسب عندها والمية فاصل. واضح الكلام يا شباب؟ يبقى النقطة دي البي اوف الجاما عندها بكام؟ بواحد. كويس، أنا عارف إن البي اوف الجاما هنا بواحد، والبي اوف الجاما في الآخر الدكتور مديهالي بكام؟ بنص. وأنا عاوز أرسم قيم البي اوف الجاما، يبقى أنا المفروض أجيب البي اوف الجاما عند نقطة بي وأجيب البي اوف الجاما عند نقطة سي، فيها مشكلة؟ طيب، تعالوا نكمل المسألة، يبقى الإتش عند نقطة إيه بكام؟ ب 10. طب نقطة دي البي اوف الجاما عندها بنص عند دي، والزد عندها يبقى الاتش عند نقطة دي بنص. إذا المية بتتحرك من نقطة إيه لنقطة دي، فيها مشكلة لحد دلوقتي؟ طيب علشان تحل أي مسألة وان دايمنشن ليها لا إما إنك تحل معدلات في مجاهيل لا إما تستخدم الكي إيكويفلنت. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ركزوا معايا، ال V بيساوي K دلتا H على M، صح يا شباب؟ مش ده القانون اللي أنا عارفه؟ ممكن أشتغل على الطبقة دي لوحدها. يبقى مين اللي مجهول في المعادلة؟ ال V مجهولة والدلتا H مجهول، اللي هو فرق الطاقة من هنا لهنا. صح ولا إيه؟ وعوض في المعادلة دي، يبقى مين اللي مجهول؟ ال V والدلتا H من هنا لهنا. وعوض في المعادلة دي، يبقى اللي مجهولة V ودلتا اتش من هنا لهنا. يعني ايه؟ مش الدلتا اتش هنا يا شباب اتش ايه ناقص اتش بي او العكس، مش هتفرق على حسب السالب. اتش ايه معايا انما اتش بي، وهنا هتبقى اتش بي ناقص والاثنين مش معايا، وهنا اتش سي ناقص اتش دي واتش سي مش معايا. يعني هنا في كام مجهول؟ اتش بي واتش سي والفي، واحل ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل. الحل ده صعب؟ اه صعب. طب ايه الاسهل بالنسبه لك؟ الاسهل انك تحول الثلاث طبقات لطبقه اكويفلنت. ليه بقى؟ لان انا عارف الطاقه في البدايه بتسعه، والطاقه في النهايه او بعشره قصدي، والطاقه في النهايه بنص. اقدر اجيب ايه؟ دي بسهوله. اقدر اجيب الفي واعوض اجيب بقى اتش بي واتش سي. حد فاهم قصدي؟ يبقى علشان ما تخشش في حل معدلات في مجاهيل تلاقيها صعبه، حول الشكل كله لحاله واحده او لطبقه واحده، ليها دي اسمها كي ايكويفلنت. ايه يعني لما اعوض في كي ايكويفلنت؟ بي اي سمشن البي اي اللي هي بالنسبه لي كام؟ 2 و3 و4 اللي هي 9 على بي اي على كي اي. هنا البي بكام؟ نص. 2 على نص ب 4 زائد 3 على 6 من 10 زائد 4 على 75%. جبت مننا قيمة ايه يا شباب؟ الكي ايكويفلنت. فيها مشكلة لحد دلوقتي؟ معايا لحد دلوقتي يا شباب؟ طيب اقدر اقول ان الفي بتساوي كي دلتا اتش على ال، ده القانون اللي انا عايزه. الفي بالنسبة لي عاوز اجيبه. طب الكي هي الكي ايكويفلنت اللي انا لسه جايبه في الدلتا اتش اللي هي كام؟ 9 ونص اللي هي 10 ناقص نص على ال اللي هو بالنسبه لي طول المسار. واضح الكلام لحد دلوقتي؟ اقدر من هنا اجيب ايه بقى؟ ال V. طب بعد ما جبت ال V هعمل ايه بعد كده؟ سهله جدا خلاص. اقوم قايل الطبقه الاولانيه ال V بتساوي K1 دلتا اتش 1 على ال 1. ال V معايا ولا مش معايا؟ لسه معايا يا شباب؟ طيب والكي واحد الدكتور مديها لي بنص. طب دلتا اتش واحد هتبقى 10 ناقص اتش بي، ما هي 10 دي اللي هي قيمة اتش ايه؟ واتش بي اللي أنا عايز أجيبها على ال اللي هي المسافة 2، من هنا أقدر أجيب قيمة
اتش بي. طب الزد عند نقطه بي بكام؟ الزد عند نقطه بي بسبعة. اذا انا اقدر اجيب البي اوفر جاما عند بي ولا لا؟ صح ولا ايه؟ فيها مشكله؟ ونفس ما عملت هنا هعمل مع الثانيه، يعني هقوم قايل البي هتساوي كي 2 دلتا اتش 2 على ال 2. انا معايا البي لان السرعه ثابته. الكي 2 بالنسبه لي بستة من عشرة. طب دلتا اتش هتبقى عبارة عن ايه؟ اتش بي اللي انا لسه جايبها ناقص اللي انا عاوز احسبها مقسومة على ال اللي هي المسافة. هجيب من هنا قيمة ومنها هجيب الزد دي عند نقطة سي واجيب البي اوفر جاما عند نقطة سي. يبقى الموضوع ده حل سهلها لك، مش هو ده الحل الوحيد. تقدر تحل ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل، بس لان الحل ده اصعب بالذات مع المعادلات، يعني لو اربع معادلات، يعني لو كان اربع طبقات هيبقى اربع معادلات في اربع مجاهيل، يبقى مش هينفع. يبقى الحل الاسهل انك تشتغل على الايكوفلنت، تجيب الكي ايكوفلنت ومنها تجيب ايه؟ البي. وبما انك عارف ان البي ثابته خلال الطبقات تقدر تشتغل مع كل طبقه لوحدها. فيها مشكله يا شباب؟ مش مشكله. البي اوفر جاما دي اسمها ايه؟ البريشر هيد. واضح الكلام يا شباب؟ اي مساله وان دايمنشن فلو وعمودي لازم بتشتغل بالطريقه دي، بتجيب الكي ايكوفلنت ومنها تجيب البي وبعد كده تشتغل على كل طبقه لوحدها. اتفضل. الوتر بريشر ايه؟ ما هو الوتر بريشر لما هندرسه في التو دايمنشن فلو والشيت باير هو البريشر هنا. بس مش زي ما بيتدرس في الضيق او كنا بندرسه في الثاني اللي فات. مش جاما اتش؟ دلوقتي مش هو جاما اتش المفروض؟ لا، في اختلاف بسبب ان في حركه للمصدر. قول تاني. البي اوفر جاما بتتسمى ازاي؟ طب انت عندك قانون بسيط جدا بيقول لك ان الاتش بيساوي الزد زي البي اوفر جاما. انت لسه جاي من الاتش ومعاك الزد تقدر تجيب البي اوفر. واضح الكلام يا شباب؟ يا سيدي على الرسم سهل قوي. طيب ركزوا بس معايا. لو انا عاوز ارسم البريشر هيد، البريشر هيد عند اخر نقطه خالص بكام؟ بنص. عند نقطه سي هيطلع بقيمه افضل شويه من نص، 7 من 10 مثلا. وعند نقطة B هيطلع بقيمة أكبر شوية ب 8 من 10. وعند نقطة A كان أصلا بكام؟ 1. وفي الأول خالص البريشر هيد بصفر. المفروض توصل ما بين الكلام ده، هيطلع معاك خط متكسر. يعني هتوصله بمسطرة بس الخط بتاعك هيطلع متكسر. ليه متكسر؟ لأن الكي مختلفة. لو كانت الكي ثابتة كان هيطلع خط 1. ما بيدلش على حاجه. المفروض الناس لما بييجوا يشتغلوا ويصمموا الحيطه دي بقى ده ضغط الميه اللي وقع على الحيطه بس. واضح الكلام يا شباب؟ اتفضل. لا ثانيه واحده يا شباب بعد اذنكم. اتفضل يا شباب. مش سامع حاجه. لا ما انسى القديم اللي هنشرحه اللي شرحناه زمان ده الجديد بقى. هتفهم الكلام ده بالتفصيل لما ندرس التو دايمنشن فلو والشيت باير. الشيت باير اللي احنا كنا بندرسها السنه اللي فاتت ضغط الميه جاما اتش لا هيتغير وليه حسابات لسه هنتكلم عليها. طيب. مادة خطرة صحيح. بلاش كلمة. زي قانون سنيل كده تقريبا. هو
بس شلون بقى كثافة ضوئية. كثافة ضوئية. معامل انكسارة وكثافة ضوئية. ما عليك. أهم حاجة ان الضوء هيحصل له انكسار. كان زمان حتى ان واحد على ان اتنين بتسمي ساين سيتا واحد على ساين سيتا اتنين. صح؟ ايوه. ده لا تتفكر. ما هو ده قانون سنيل. نعم. كلام مهم ليه؟ لكن معايا يا باشمهندس. الضوء دايمنشن كلية يا باشمهندس. اللي هو جاي كده يعني ايه جاي كده يعني هنا نبدا كبتين وهنا نبدا كبتين تانيين وهنا نبدا كبتين تلاتين وهنا نبدا كبتين اربعين انما اللي كده هو اكيد الافقي بس حصل ديفيشن للاكس مش اي اختلاف خالص تمام يعني بمعنى اصح اكيد هو ده اتجاه اكس بالنسبه لي وده واي هل الميه هتتغير في نفس الاتجاه ده وبس الاتجاه مايل مش هيفرق بالنسبه لي هو كل حاجه اكس واي فمين اتجاه ام يا سيدي مش هيفرق اهم حاجة ان نفس الاتجاه ثابت خلال الصليان يبقى ده كده وان دايمنشن تمام نعم طيب لو انت عندك صليان داخل على الطلبة او في فاصل ما بين الطبقات والصليان مايل بزاوية سيتا واحد المفروض هيتفصل بزاوية اسمها سيتا اتنين في الاخر انت يهمك انك تجيب كي واحد على كي اتنين بيساوي تان سيتا واحد على تان سيتا اتنين بس الاثبات ده مهم قوي برضه لازم ابقى عارف الاثبات ده جه ازاي ركزوا بقى معايا يا شباب النقطه دي اسمها نقطه ايه لو انا مشيت عمودي بالمنظر ده كده وسميت النقطه دي نقطه بي او بلاش خليها سي الطاقه عند نقطه ايه ايه علاقتها بالطاقه عند نقطه سي متساويه ليه لانها عمودي على الخط الصليان طب هنا نقطة اسمها نقطة دي لو انا مشيت عمودي بالمنظر ده كده عند نقطة بي ايه الفرق الطاقة ما بين دي وبي؟ طاقة متساوية لأنها برضه عمودية على الصليان إذا فرق الطاقة دلتا اتش من A لبي هو ده فرق الطاقة من سي لدي ما هي الطاقة هنا هي اللي هنا بخمسة ودي هي دي بتلاتة مثلا يبقى فرق الطاقة خمسة ناقص تلاتة هو خمسة ناقص تلاتة هي مشكلة؟ طيب الكيو واحد هو الكيو اتنين يعني ايه الكيو واحد هو الكيو اتنين؟ المية اللي ماشية هنا بكيو واحد هتيجي هنا تمشي برضه بنفس الكيو واحد يعني اذا دي هو ده صح يا شباب؟ مية ماشية كده واتكسر مفيش حبة هيمشوا منه نفس المية اللي مشت كده هي اللي هتتكسر يبقى الكيو هنا هي الكيو هنا طب الكيو دي بتساوي ايه؟ اي كيو هي ايه في الكي دلتا اتش على ال صح الايه هي مساحه المقطع العمديه على الصدان مساحه المقطع العمديه على الصدان هي ايه يا شباب المسافه دي في واحد متر في الاتجاه العمود ايه يا شباب هنسمي المسافه دي اس واحد يبقى الايه هي عباره عن اس واحد في واحد متر في الاتجاه العمود طب وانهي كي بالنسبه لي دلوقتي كي واحد في دلتا اتش من ايه لايه يا شباب؟ في الطبقه الاولانيه حصل دلتا اتش من كام لكام؟ من سي لدي يبقى دلتا اتش من سي لدي تمام؟ خلال المصادر اللي اسمه ايه يا شباب؟ خلال المصادر ده يا شباب انا عايز اشوف بس نفس النقص مش الميه هتمشي من سي لدي خلال المصادر اسمه ال1 اللي هي المسافه من سي لدي
صح ولا ايه؟ تمام؟ الكلام ده هيساوي ايه يا شباب؟ اس 2 هي فين الاس 2؟ المسافه دي هنسميها اس 2، دي نفس الرموز اللي في الكتاب. في ك المضاد هتبقى ك 2، طب دلتا اتش؟ دلتا اتش من ايه لبي؟ طب والمصادر اللي اسمه ال 2 ده اللي هو فين في الرسم؟ المصادر اللي هو من A ل B فيها مشكلة؟ واضح الكلام لحد دلوقتي؟ طيب طبعا دلتا اتش زي ما قلنا هي هي. طيب تعالى بقى هات كي واحد على كي اتنين. كي واحد على كي اتنين تساوي ايه يا شباب؟ كي واحد على كي اتنين دي هتتساب زي ما هي اس اتنين على ال اتنين صح؟ وهتروح لها الثانية تبقى ال واحد ده صح ولا غلط؟ اس 2 على اس 1 في ال ماشي ماشي. انا قصدي اللي فوق هو ده واللي تحت تمام؟ طيب ركزوا معايا. اس 2 او اس 1 على ال 1 دي ايه يا شباب؟ بمعنى تاني مش دي سيتا؟ اه سيب واحده تبقى هي دي كمان؟ سيتا سيتا واحد. طب تان سيتا عباره عن ايه؟ ال 1 على اس 1 مقابل انا مجاوب صح؟ ال واحد على اس واحد تبقى تان سيتا. طب انا عندي المضاد ال واحد على اس واحد هقدر اشيلها واحط مكانها تان سيتا واحد تمام؟ طيب اس اتنين على ال اتنين نفس الكلام الزاويه دي سيتا اتنين دي سيتا 2 يبقى فين سيتا 2 اللي زيها؟ هي فين سيتا؟ لا استنى بقى دي سيتا 2 اللي جمعها على طول اللي في الشام ايوه دي ركزوا بس معايا ال 2 على اس 2 هي تان سيتا 2 بس هنا معكوسه فهتبقى في المقام بس يا سيدي هو القانون ده يبقى كل اللي عاوز اعرفه ان لو انا عندي صدايات مايل على الطبقات في زاويه بتضغط او زاويه الانبساط بتضغط بدلاله الكي كي واحد على كي اتنين بيساوي تان سيتا واحد على تان سيتا اتنين فيها مشكله لحد دلوقتي؟ المسائل بتاع بقى الصدايان المايل هي اكتر مسائل بتيجي في الميد تيرم فاحنا هنحل مسالتين جم قبل كده في الميد تيرم وركزوا معايا فيهم كويس قوي. As shown in the figure, a ground tank is at level 1 متر below the ground level. ركزوا معايا. بيقول ان في ground tank على منسوب سالب 1 من سطح الارض. Below the ground level. Which its base is not insulated, causing seepage. يعني ايه يا شباب؟ يعني الأرضية بتاعه مش معزولة وده أدى إلى حدوث تصلب. يعني هنا كانت وهي لازمة كانت ملزومة بالمنظر ده كده. يعني هنا مفيش عزل، يعني المية اللي موجودة هنا ممكن يحصلها إيه؟ تتصلب. Determine the bulk of the basement wall which is affected by the seepage of the ground tank. حدد الجزء من حيط الخزان اللي هتتأثر بالسيمج. وجايين له الحيطة دي ده منسوب سالب 10. المسألة دي تتحل ازاي يا شباب؟ أول كلمة لازم تقولها لازم تترسم بسكيل. لأنه بيقول لك حدد الجزء اللي هيتأثر. لو قعدت تعملها ساين وكوزاين وتان والكلام ده مع الميل والكلام ده مش هتخلص. يبقى أول لما الدكتور يكون مديلك الكي جيفن ويبقى طالب أبعاد يبقى لازم المسألة تترسم بسكيل. عكس ما هنحل مسألة تانية الكي هي اللي مجهول، لو الكي مجهولة يبقى الموضوع كله أقسام مثلثات. إنما لو الكي جبل وفي أجزاء مسافات محتاج تحسبها عشان ما تخشش في حسابات صعبة يبقى لازم ترسم المسألة بسكيل. تمام؟ طيب رسمنا المسألة بسكيل، طب وبعدين؟ هو الجزء اللي هيتأثر ده مش ليه بداية ولا نهاية؟ طيب أحددها إزاي؟
جينا امبارح في الامتحان واحد جه قال لك ده الميه تتحرك كده وهتمشي كده وهتتكسر وهتتكسر وكده. طب انا استفدت ايه يعني؟ النقطه دي استفادتني بايه؟ لما تيجي تحدد مكان اللي هيحصل له تاثير، حد يعرف اعمل ايه؟ اعمل ايه يا شباب؟ بالظبط كده، هاخد خط البدايه وهشوف هيتكسر ازاي، واخد خط النهايه وهشوف هيتكسر ازاي وهيبقى موازي ليه، والمساحه اللي هتوصل للحيطه يبقى هي دي الجزء اللي ايه؟ هيتكسر. يبقى في ناس غلطت انها عملت خط في السنتر كده ملوش اي معنى. الناس اللي بقى اللي الخيال سرح عندهم قوي جاب لك الميه جت كده وقاموا منزلينها هتل واحد وبعدين عملوا ما اعرفش وصلوا ايه يعني دخلوا شهر سنه ثالثه مع سنه رابعه عشان يبينوا ان هم مذاكرين يعني. لا دي حاجه ودي حاجه، التل واحد دي بتاع الاجهادات تمام؟ انا بقول الكلام ده عشان احنا بنشوف كتير في البيت ده وايه؟ بدعي حاجه في السنه دي انا والمدرسه بيدوس حرام عليك يعني ايه؟ بضحى عليك انا هيك هو ده في واحد اصلا هيكسر العرب اللي عمود مش بتاعه هم ايه كلامك صح بس الكلام ده ما تنسبش يعني انا لو انا فاهم لو الطبقات دي لو الطبقه دي كانت كده كان هيتكسر وعيد مش لجوه خلاص ما تنسبش كده ركزوا معايا يا شباب. يبقى اول حاجه هتعملها انك هتنزل خط البدايه بتاعت الميه. ركزوا معايا خلي بالكم ان هنا في زاويه اسمها سيتا واحد والميه بتتكسر وتبقى زاويتها اسمها سيتا واحد وسيتا اتنين بتتقسم على الراس تمام؟ والراس ده اللي هو العمود على الطبق تمام؟ يعني الطبقه كانت افقيه، اول حاجه هرسم عمودي على الطبق، بعد كده هشوف الصينيه جاي ازاي؟ تبقى هي دي سيتا واحد اقصر تبقى هي دي سيتا اتنين، يعني ايه الكلام ده؟ الطبقه المره دي جايه لي ايه يا شباب؟ مايل. لما الطبقه تجي لي مايله هترسم عمودي على المايل. فيها مشكلة؟ فين الزاوية اللي اسمها سيتا واحد؟ هي دي سيتا واحد، حضرتك هتقيسها بالمنقلة. تقوم قايل كي واحد على كي اتنين بيساوي تان سيتا واحد على تان سيتا اتنين، تقدر تجيب الزاوية اللي اسمها سيتا اتنين. سيتا اتنين هتطلع أولاً سيتا واحد سيتا واحد هتطلع 11 درجة. طبعاً أنت وضجتك في الامتحان بقى. سيتا اتنين هتجيبها هتطلع معاك 57 درجة. فين ال 57 تقيسها ازاي يا شباب؟ ايه ال 57 هي دي كده ال 57 تمام؟ لقيت نفسك لسه ما وصلتش للحيطه. لا معلش انت لما جيت حليت هنا بالاسكيل لقيت نفسك وصلت للحيطه فعلا تمام؟ طب لو ما كنتش وصلت للحيطه هنشوفها دلوقتي. الخط الثاني هيتكسر بنفس ايه يا شباب؟ السيتا اتنين جبل بس المره دي المشكله ان هو مش هيوصل للحيطه فهتعمل ايه؟ هي دي الزاويه اللي اسمها سيتا واحد المره دي كي 2 على الاول خليها سيتا 2 مش تنفع كي 2 على كي 3 هتساوي سيتا 2 اللي انت هتقيسها دلوقتي على سيتا 3 هتجيب سيتا 3 هتطلع معاك في المساله 27 درجه يبقى الزاويه اللي هتتكون عندك هنا 27 درجه هتكسر هتلاقيه جاي كده يبقى الخط اللي هيتقصد عباره عن ايه يا شباب؟ هو من اول النقطه دي للنقطه دي، حضرتك هتقيسها بسكيل هتطلع معاك المسافه دي 2.4 من 10 متر. المسافه دي جت في ميد ترم قبل كده. حد حلها؟ في حد حلها؟ هو اللي مش هتلاقي حلها ازاي يا معلم؟ لا حلها طبعا. ركزوا معايا عشان تخلي اخر المسافه دي ما خلصتش. It's not that the water saved through the basement after the leak from the water pipe. يعني بيقول تم ملاحظة إن المية وصلت للخزان بعد مدة فلوم او ووتر بايب. يعني ايه فلوم او ووتر بايب يا شباب؟ من عند انبوبه ميه، انبوبه صرف او انبوبه ميه في تصرف الميه جاي او تصرف الميه وصل للخزان هنا تمام؟ بتاع الانبوبه ايه ذا ووتر فلو؟ فلوم ذا بايب قول ان انجل ايكوال 30 درجه فلوم ذا فيرتيكال. يعني الميه هتتحرك من الماسوره دي بزاويه 30 درجه عن فيرتيكال.
مش هتلاسك اللاسك. Find the maximum and the minimum value of hydraulic conductivity K2 for the soil. عاوز يجيب K2 maximum و K2 minimum. يعني ايه الكلام؟ ركزوا معايا. هو دلوقتي لاحظ ان الميه وصلت له هنا. معنى كده ان خط الميه ده اتكسر بشكل او باخر ووصل لهنا. صح يا شباب؟ اه. طب ايه اللي خلى خط الميه ده يتكسر؟ النسبة من K1 و K2. بيقول لك بقى هات لي اقصى قيمة لK2 واقل قيمة لK2 اللي تخلي الميه توصل لهنا. بمعنى تاني لو انا جيت حسبت انا بديك K2 جنيه مثلا وجيت حسبت لقيت الخط كسر كده. هل هيوصل لي؟ لا. طب جيت حسبت لقيت الخط وصل لي كده يبقى هل هيوصل لي ميه في المنظوم؟ لا. طب دلوقتي المنظوم الميه هتوصل له امتى؟ يعني المسألة دي ليها حلين، أول حل ده المسار بتاعها. ركزوا معايا. ودي الزاوية اللي اسمها سيتا واحد بكام؟ ب 30. طب والزاوية اللي اسمها سيتا 2 هتحسبها ازاي؟ هتني مقابل عدد جاوب، لا ما تنساش مش محتاج تنصب بسكيل المدار. ما دام المجهول هو قيم الكي أنت مش محتاج تنصب بسكيل. ممكن تقضيها بقى مقابل على الجواب والمقابل على الكلام. تمام؟ يعني انت ممكن تقول كي واحد على كي اتنين هيساوي تان سيتا واحد على تان سيتا اتنين. ركزوا معايا في الحته دي قوي. كي واحد واحد ونص، طب كي اتنين في 10 سالب اتنين، ما علينا. وكي اتنين هي اللي مجهول. طب تان سيتا واحد تان 30. طب سيتا اتنين يا شباب التان بتاعها بكام؟ ده منسوب 10 ده منسوب 6 يبقى المسافه دي كام؟ 4. يعني المسافه دي 4. طب والحته دي؟ 4. لا يا راجل 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 يا ايوه 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 4 ناقص اكس يبقى المقابل على المجاور 4 ناقص اكس على 4. طبعا اكس انت جايبها خلاص من هنا تقدر تجيب قيمه ك2. طب الحل الثاني للك2 او الابسوليوت فاليو الناحيه الثانيه ان الخط هيبقى كده راح الاوبليك في شغل طويل وده المثلث بتاعك 1.5 10 اس سالب 2 على ك2 زي ما هي وهنا هتبقى 30 زي ما هي بس المره دي ايه بقى المقابل على المجاور 4 ناقص اكس هي هي بس المجاور هيبقى 7 اللي هي من اول منسوب 9 المنسوب هي 7 ناقص اكس هي دي 3 لا لا انا بس ما جبتش يعني هنا 12 10 6 3 يبقى المسافه دي 3 يبقى المسافه دي كلها كام؟ 7 فيها مشكله؟ لا ما عندنا بقى واحده تطلع مع الخطه بينها ومش هتفهم فانت خدت نفسك في العلاقات لقيت التاني والتلاته انت بتحافظ المسالتين دول جم في البيت تلمع قبل كده شاب لكن انت ركزوا عليهم خلاص